في الملابس زي ما تدخل في المواد الغذائية، فما تدخلش في الملابس. لحد النهاردة الملابس غالية جدا وعالية الأسعار وما فيش حد بيقدر يشتري. النهارده كل المحلات ما فيهاش حد بيشتري، حتى كان في كازونات بتاعت الصيفي ما كانش فيه، كانت كازونات كلها وهميه وليس حقيقيه. وزاره التموين مفروض تضرب يد من حديد في زياده الاسعار الملابس الجاهزه، لان الملابس الجاهزه بيسيطروا عليها عدد يتعدوا على الصوابع، هم المستوردين وهم الصناع وهم اللي بيتحكموا في السوق كله، فهم مش عاوزين الاسعار تنزل عن ما هم بيحددوه. فده مش كلام ابدا، لان رب الاسره النهارده عنده 2 و3 و4، ازاي يقدر يجيب لهم ملابس؟ يعني ازاي في الغلو والسعر دوت؟ ما ينفعش طبعا، لازم وزاره التموين تتدخل وتحدد الاسعار زي ما عملت في المواد الغذائيه بالنسبه للانسان والشعب، فبرضه تتدخل برضه في الملابس الجاهزه، لان صناعه الملابس الجاهزه كانت مهمه جدا. يرجعوا المحله، يرجعوا المحله تاني ومنتجات المحله، لان منتجات المحله النهارده بتتباع بره في الدول الاوروبيه، فازاي النهارده ما بقاش في الدول في مصر؟ في مصر ايه صناعه القماش دوت من المحله؟ ازاي ما باعوش وصدروا بره؟ في قله بسيطة مستوردين بيستغلوا هذا الموضوع، من مصلحتهم أن تفضل مصر لم تصنع هذه الملابس، تستورد من بره عشان هم يكسبوا مليارات وليس ملايين، مليارات، وهم معدودين على الصوابع، دولت مش مصريين. اللي بيلعب بقوت الشعب المصري مش مصريين، ولا بيدافعوا عن مصر ولا بيحبوا مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر، والرئيس السيسي يحيا، الرئيس السيسي يحيا، الرئيس السيسي يحيا، الرئيس السيسي. شكرا. اتعرف على حضرتك اولا. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضرتك الدكتور حمد الروبي. اولا اهلا وسهلا بحضرتك معانا. هل شايف ان في ارتفاع غير عادي بالنسبه للملابس الشتويه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ارتفاع طبعا جامد، خاصه على الاسره اللي هي مع اولاد، وزائد طبعا المدارس والحاجات دي كلها، ادي حاجه. تاني حاجه، انا اعرف من حق مش اعرف، الحقيقه بتقول من حق اي مواطن المأكل، الملبس، المسكن. في معلومه عندي افتكرتها من قيمة ثواني بسرعه، بس انا طبعا ما استمناش البطاقه دي، اللي هي كان في حاجه اسمها كساء الشعبي للناس، بينزل لكل سنه، مش الموظفين بس، لكل الناس كساء شعبي شتوي وصيفي، حاجات قيمه جدا، لبس، واخد بال حضرتك، باسعار مخفضه. انما النهارده ببص في الباترينه مثلا ب 10 قروش، يجي ايام الكوزيون مثلا يرفع ال 15 ويروح منزلها اللي هي بقت 10، يبقى ما عملناش حاجه. فهنا ربنا يعين كل رب اسره مع اولاد. الحاجه غاليه طبعا، مرتفعه، المفروض الرقابه تبر الحاجات دي كلها، والانتاج طبعا هي الناس بتبص للمستورد تقريبا عشان بتخفض، لا احنا نبص، عايزين بنقول ايه؟ نشجع حاجات مصر او صنع مصر. وشكرا. شكرا لحضرتك. اتعرف على حضرتك. جمال عبد الحافظ. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. هل شايف ان في ارتفاع غير عادي بالنسبه للملابس الشتويه؟ وانت شايف ان دور حمايه المستهلك موجوده وشايفه شغلها، ولا برضو الرقابه برضو ضعيفه على هذه المحال بتاع الملابس الشتويه؟ والله الملابس الشتويه في غير متناول الجميع، الدخل الناس طبعا الدخل محدود، الاسعار غاليه جدا، الرقابه ما مش شايفه دورها برضو بالنسبه للاسعار، ومعظم الناس بتتجه للمستعمل، لوكاله البلح، عشان اللي عنده 3 4 اولاد هيجيب حاجات شتوي. الحاجات الشتوي طبعا اغلى من الحاجات الصيفي. كان في منظومه زمان المفروض تنتهيها وزاره التموين، اللي هي موضوع الكساء الشعبي، كان بينزل كاستور وبينزل حاجات على بطاقه التموين مدعمه للشعب. المفروض لو الحاجه دي اتطبقت هتحد من الظاهره دي، وهتخفف من عائل الاسره، وهتساعد على المعيشه بقدر كويس. وبنشر طبعا وزاره التموين والحاجات دي تنزل الحاجات دي، وحتى لو على بطاقه التموين ينزلوا كاستور، ينزلوا حاجات شتوي من المصانع بتاعتنا، حاجات مصريه من المصانع بتاعتنا. لو الحاجات دي تمت هتحد من الظاهره دي، وهتبقى متناول الجميع ان شاء الله. رفع لحضرتك. محمود سيد محمد العدوي. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف ان في ارتفاع غير عادي بالنسبه للملابس الشتويه؟ ايه ارتفاع شديد بالنسبه للملابس الشتاء غاليه؟ عشان مفيش غذاء. لو احنا كنا في طوبه في اسيوط 48 جنيه القاهره، بنادي باسمنا احنا. اول ما جينا مصر 48 كان الملابس الشتويه
الشتويه. الشتويه ايه؟ احنا صعايده ما عندناش شتويه وصيفيه. احنا واخدين على كل حاجه، على البرد وعلى الرطوبه وعلى كله، بس عاوزين ايه بقى؟ رغيف العيش يتاكل كويس. انا بكلم رئيس السيسي بقول له بص للراجل الفقير رغيف العيش المدعم، مفيش دعم خالص، مفيش رقابه تأمينيه خالص. انا كان عندي مخبز من 48 جيت القاهره، يعني لو في امريكا كنت بقيت رئيس الامم المتحده، كنت العب كوره كويت سنه 52 مع حماده امام وعادل ايكر في المنيره، كنا قاعدين بصاديم ونودي عيش بابلون ونودي عيش جرد السيتي والرغيف بتعريفه ما شاء الله. رئيس جمال عبد الناصر الشاذلي كان مدير عشان تعريف الرز، احنا دلوقتي الرغيف بربع جنيه وب 50 قرش وبجنيه وحاجه ما يرضيش ربنا. احنا عايزين نبص للفقراء اللي بياكلوا رغيف العيش بطبق الفول، كفايه ان طبق الفول ابو ارساق بيتباع بجنيه. سندوتش كان عامله السيدات عليه رحمه الله بتاع التعريف النهارده بيتباع ب 3 جنيه. يعني انت بتتكلم على ارتفاع الاسعار في جميع الاحوال. واللحمه ب 80 جنيه و 90 جنيه، يقول لك اللحمه نزلت. نزلت ايه؟ ما نزلتش. اللحمه ما نزلتش. وادي الملك فاروق كان بيستشير عم خال ابويا الشيخ حسنين مخلوف اهو. الملك بيستشير مفتي الديار المصريه. امبارح الراجل في سيدنا الحسين اللي بتاع الاوقاف يقول لك ان عنده اكل اليوم مش عارف ايه. طب انت عندك اكل بتاع كام 1000 سنه يا وزير الاوقاف؟ انت عندك مليارات. وزير التامين عمل مليارات. عالم صالح يروح يتفرجوا في الشرقيه، انا كنت بقى كبير، اشتري عزبه ما كانش لاقي ياكل. احنا عايزين نبص للفقراء ونقول شتا ونقول صيف ونقول هجو. احمد عبد الفتاح اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف ان في ارتفاع غير عادي بالنسبه للملابس الشتويه؟ طبعا في ارتفاع فعلا السنه دي، ارتفاع غير عادي، ارتفاع يصل لنسبه اكتر من 60% في بعض الملابس الرجالي، وبيوصل ل 200% في الاطفال. يعني انا جيت اجيب ملابس اطفالي زولت بالاسعار حاجه مش عاديه، ولما قعدنا نتكلم مع التجار قال لك ده في جمارك جاتنا زياده بنسبه تصل ل 100%، وفي مرتبات المحلات عاليه، اغلب الشغل ده بنستورده من بره، وعليه ارتفاع الدولار كان ليه برضه دور. فاسعار صراحه اسعار مش عاديه خالص يعني للاسف. حتى المفروض يبقى في رقابه من وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره التموين، ما فيش الكلام ده كله خالص للاسف. يعني اتعرف على حضرتك خالد خليل. اهلا وسهلا بحضرتك معانا. حضرتك شايف ان في ارتفاع غير عادي بالنسبه لملابس الشتاء؟ ده امر طبيعي. عندما يرتفع سعر الدولار فلا بد ان ترتفع معه اسعار اي سلعه، لان الدولار بيسموه العمله القياسيه او العمله المعياريه في سله العملات. يعني نعتبر عملات العالم كلها في سله، محطوطه في سله، ولكن الدولار هو العمله القياسيه او العمله المعياريه. فعندما يرتفع سعر الدولار لابد ان ترتفع معه اسعار اي سلعه. فطبعا الفترة الأخيرة سعر الدولار مرتفع جدا، فلابد أن ترتفع معه أي أسعار أي سلعة ومنهم الملابس الشتوية. مشاهدي قناة الطريف في كل مكان، بعد ما شفنا رأي الشارع المصري، الرأي والرأي الآخر عن ارتفاع أسعار ملابس الشتاء، شكرا على حسن المتابعة، تحياتي نجلاء درويش القاهرة قناة الطريف.